يا نريمان خليهن يحضروا لي سرير بالعنايه المشدده بسرعه، الزلمه عنده احتشاء بسرعه. يلا يلا دكتور. بالله اذا صار له شيء لا اخرب بيتك. ولك طول بالك يا اخي، ان شاء الله افش ان شاء الله. ولك ساعه ونص وانا قلها لهالبنت الكلب الزلمي ما يموت. شوي يلا بندي. هلا ابو العز، والله لهلا قمري لا مشغل. لعنة صارت الساعة 5:30 ولهلق ما جاء. غريبة ولك معامي ليكون متجوز عليكي واحدة تانية وما يتأخر عندها. والله بعرف. تفضل. ما تقلقي خيتي أم عامر، ما تقلقي، الغايب عذره معه، بجوز يكون راح مشوار هكيا ولا هكيا. أو لقى أخت تاني غير بدر وما يقيس مع تيابه. تفضل يا رفيق خيو لبدر. برجع بعدين. يلا خاطرك، خاطرك عمي عامر. ما تقلقي ها. الله معها. حالك امي؟ لا يهمي خايفي وقلبي عصبي. ما تقلقي وما تقولي الا جا. تعي كرب، تعي احلى كرب هالضيعة كلياتها. ها هي با 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 شبه تعاو لك كرب تعاو. كيفك يا حسيسو؟ منيح كيس، كيفك انا؟ الحمد لله. كيفه بالريش؟ سلم عليك، سلم على عمك، سلم عليك. والله انا اللي اكرر منك لاني سالتك. هيك شو في اخبار جديده بالضيعه؟ والله في شيء. يعني ما عرفت لي ابو عامر مين متجوز عمرته؟ شو؟ ابو عامر متجوز عمرته؟ العمى عندي اخبار اكثر منك. والله ما حدا قال لي، مين متجوز مين؟ ولك انا ما اسالك، قبل شوي مريت عليه على البيت. شفت مرته ما تحطه ما تنط سيدي، بكره بدوب التلج ببان المرش. اي والله يا عمي حقا تنط وما تحطك. شو بدك شيء؟ لا بدي شيء. ولك روح يا كر، شبك ما تروح. لو وين بدي روح؟ لك شو بعرفني. يا كر سلام. هاي هيا هدي يا كرب. هذا خير يا خي. وين ابو عامر؟ بالمستشفى. شو صاير لبيه؟ يا جماعة لا تقلقوا كتير، الزلمي كان تعبان من الصبح، قبل ما يخلص الدواء تعب أكتر فخدناه على المستشفى. أي مستشفى؟ خدناه على الوطني. ويلي ويلي. استنى استنى خي، رح غير ثيابي واجي معك. استنى عمي فوت بس قبل ما غير ثيابي. ليك عمي هن صرت شب وبدي إياك تهدي أمك. شو صاير لبيه؟ قلي الحقيقة. صير معه جلطة. جلطة؟ طول بالك يا عمي ولا تبين شي قدام أمك. الله يرضى عليك. منكون بشغلي منوقع بشغلي تانية. حطينه بالعناية يا خيتي. ما في شيء، شوية تعب. لشو الأكسجين؟ طولي بالك أمي طولي بالك. يعني هيدي ما أول مرة بيمرض بيي، بعدين بتعرفي أنت الوقفة تحت الشمس بالله بتقطع الحيل. الله يلطف الله يلطف. أنا كيسة هالبندورة بتعجبك ليه تاخذي؟ شو بك خيي أبو خلي؟ والله ما خيت حالتها الدنيا نشح. ابو عامي ابو عامر المفتش. شو ابو عامي؟ بيقولوا بالمشفى. الله لا قيمه. متى حكي هيك يا كان بصير تجوز تنتين.
تجوزت انت؟ ولكن الناس مخباي بتيابه، الله لا يشبعوا نسوان، وحق الله معامر افي منا في الدنيا كلها. ولك يا مرات تخي ربك، ابو عمل متجوزت انت؟ شو منك من الضيعه؟ العمى صار علك بتم الناس كلها. ومين متجوز على حد علمي؟ والله ما يقولوا، اخذ رقاصه من المدينه. رقاصه؟ أبصدق أسيدي لا تصدق، هنت حر وغامي. لا والله أبصدق تشوفه بعيد. صحيحة عجيبة، مين ما يجعوا بطنه بالضيعة؟ بطنه؟ هلأ اللي بيكون ما يجعوا بطنه بيجيبوا له صحيح لتمرافه. هلأ أنت مهيمو لوجع البطن؟ يعني ضروري يكون في سرطان تتجي الصحي. مين مريض بيع الحدا المات؟ والله بارك بيجي بكون شي ختامنا الاختبار. قاعدة طفي أكلي، بدي روح شوف شو صاير بالضيعة. ما قل لك قاعدة عن أساس أساسك. هاي قاعدة عجبي داخلي اللي خلطك واحدة يبيه محلاكي لك هدوبي وعادي الحبيبات قلبك، بس هنا بنت القاطع. سد بوزك والله بيسوى منك عشرة. يا قرودك يا رب لو شبك شو حالك؟ نص الألف خمسمية والقرآن شكلك بقطع القلب. خرب بيتك شو بتعرف تحكي؟ بالله ما يحكي الحق. ولك يا زلمة نقر من نقرة، شو ما حكيت أبي عجبه؟ لأنه بديش حكيك دج مثل الجقل. هلق يا دكانشي النشح، الجقل بيحكي؟ لا والله بيحكي بدج دج. لك خف عن الزلمة بخا، جاي تموتوا هنا. ولك يا جماعة يا جماعة زيارة المريض أبي يصير تطول. خلاص هاي اطمنا أبو عامر وصل، لازم نروح بقى. أي والله شفناك بخير وسلامة، وإن شاء الله الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله بتقملنا بالسلامة. شوف خير جبت لك كليين رز وكليين سكر وعلبة متي. تما تقول جينا ودياتنا فاضية. الله يسلم هالدنيا. الله أكبر عليك وعلبي بمشي معك. ولك شباب شبك بتدش حكيك مثل الأرنبي. الأرنبي؟ هلأ الأرنبي بتحكي؟ لا والله بتدش. هلأ ما خلصت السيجارة؟ لا والله خلصت. بالله الطفية أبسي بتدخن قدامي. معك حق. شفتوا معانا شقد مقهورة أنه جوزة تجوز عليها؟ ولك مقهورة على مرضة جوزة مو عجوازته. ولك دخيلك شو بتفهمي؟ المرضان بيطيق بس المتجوز راحت عمراته. ولك فعلا معيب عليه يتجوز عام عامر، والله بتسوى تقلدها. الرجال قد يملعينا الا التراب. مشي مشي. قوم يا ابني قوم على قرايتك، الفحص قرب كثير. افيني اقرا وانت على الحالي؟ بدي ضل جنبه. بالله في شي بهالدنيا بيخليني صح الا نجاحك بقرايتك. ليك حبيبي كل عمري كنت أحلم إنك مهندس كبير وارفع رأسي فيك. وراح يصير مثل أبدك. يلا هلق بدك تروح على غرفتك وتبدأ قرايتك. أنا منيح يا ابني لا تقلق، ليك أمك عندي. حاضر يا بي. ليك لا تنسى هند أملي بهالدنيا، لا تخيبني. ها معاش لي خيبك يا بي. بدك شيء؟ الله يخليك، دير بالك على حالك وقرايتك. الله يرضى عليك. تنين يا الله لا يضيع لك تعب يا حبيبي. جاء اسمك يا رب. يا صفي ولو معقول يكون ربي ما يعاقبني مشان حصة خيي بدر. لا إله إلا الله. منك من خيرك.
هاي مريقة 4 أيام وعامر منه ما يطلع على السطح. الله يساعده ويشفي له بيو. تعرفين لك يا دوبي هلا قزمات وحامل، يعني بصير البيت والأرض كلها لعامر. لك يخرب بيتك، موتيه للزلمة وردتيه كمان. يا ربي يا ربي شو أعمل مع هالإنساني؟ أفي بقلبك رحمة؟ أفي شفقة؟ ولك ما أمزح معك، شو حالك؟ ما تمزحي، لا والله منك ما تمزحي. إذا عرف عامر إنك ما تحكي هيك على بيي شو بدي أسوي فيك آه؟ ولك قلنا لك ما نمزح، العمى في عيونك العمى. ما تمزحي ولا ما تحكي جد. الله يشفيه لأبو عامر، والله إنه زلمي أكابر وأفي منه. لك يا جماعة، مستشفياتنا بيموت المريض وبيلتعن أنفاس بيو، يلعن أبو الفقر. وبكل مرة بيطلع مسؤول على هالتلفزيون، صحة المواطن قال شو وراحة المواطن قال شو وكلب المواطن، وروح بعدين على كذب، كله على كذب. لفوها شباب، خلونا نرجع لعند أولادنا الله يستركي. لك يا زلمي، عمري ما كرهت مثل هالبنت، بحظي فيني ضل اضرب فيها اضرب فيها تجيب لها جلطه مثل ابو عامر. فعلا بنت كلب مصفاية على الغالي. ولك روح روح الله يبعث لها جلطه وسكته ونقطه ويفجعني فيها ان شاء الله. ولك يلعنها لذكرونا. هلق شيلنا من سيرتها وخلونا نتفق امتى بدنا نروح نزور ابو عامر. طيب شو عندكن اليوم المساء؟ الله يوفقك يا ابو علاء، والله ما ننسى وقفتك معنا. لا يا ام عامر، لا ابو عامر اكثر من خي وخيرك سابق، وقولوا الحمد لله مركت على خير. الحمد لله. والله يا ام عامر، ابو علاء في قمر، يعني 20 سنة بهالوظيفه بحياتنا ما نمنا زعلانين من بعض. الله يديم المحبه. امين. كيف الشغل يا جماعه؟ الامور كلها تمام وما ناقصنا غير رجعتك يا اخي ابو عامر. والله ليك لا اخوي ليك، وحيات الله وحيات الله، البلد لابو عامر معتمه بلاكه. البركه فيكم، اهلا وسهلا. اي والله يا اهلا وسهلا، خليت علينا البركه. اهلين عمي اهلين. يسلموا دياتك. الله يسلمك. قل لي شو عمي، كيف تحضيرك للفحص؟ افي احسن من هيك، يعني معقول يوطي راس بي قدام العالم؟ حبيبي ترى العلمي بده هز كتاف. ها ونحن قد تربيت ابو عامر. ايه يا ابو العز، تفضل. كيفك يا عمي؟ اهلا عمي شريف، يعطيك العافية. الله يعافيك. كيفك يا وادي؟ اهلين يا ابو العز. اهلا وسهلا على راسي والله. كيفك يا عم عمي؟ اهلا اهلا فيك. بتشرب شاي؟ منيحة. بدها سؤال عمي عمي. وهي احلى كاسة شاي لاحلى ابو العز. الاخوان يا ابو العز رفقاتي بالشغل. اهلا اهلا ابو العز. خيرة شباب الضيعة. شباب شو يا زلمة؟ القبر صار معلق بكتافنا. بقول لي شباب. طول بالك يا زلمة، ساعتنا شباب. شباب؟ قال شباب شو ما تقول انت يا زلمة؟ هي ابو عامر من جيله، جلطوا قلبه وبقي له يومين بهالحياة. فلا الله ولا فالك. لك شوفوا شو يا زلمة، مثل شوندرا وصحته على العقل. شوندرا؟ شو بدنا نكذب على بعضنا؟ شوف وجهه، الجلطة ذبحته ذبح، وجهه ما يقطر موته تعتي. شو حالك يا زلمة؟ جاي تخوف لنا ابو عامر؟ لك ما شاء الله وشه مثل قطفة الحبق. هلا قبل ما انسى، حدا قرا منكم جرايد اليوم شيء؟ خير شو الموضوع؟ لك قال هذا برا بالبلاد الاجانب، هذا مايكل جاكسون بيغني، قال بده يعمل عمليه ويصير مرة. العمى وحياه الله شغله بتحط العال بالكتف. شو ما تحكي هنا؟ يعني هذا اللي متقول اسمه هو كان يعني رجال بده يصير مرة، بتصير يعني بتصير؟ والله ما بعرف، هيك انا قريت بالجريده والله انا ما بعرفها. يا اخي والله ما في احسن من اللي اختاره رب العالمين. صحيح بالله. هلا خلونا نرجع لموضوعنا. شو خيتي يا مامي؟ بده يضل وجهه كثير على الحالة بعد الجلطة؟ وكيف صار بيا؟ الحمد لله صار أحسن. يعني ما يقوم وماشي حاله؟ إي والله، دخيل اسمه هالرب قدر ولطف. يا سيدي الحمد لله على سلامته. بالله ضليت أدعي له 5 أيام. اشتقت لي وانا طق قلبي حتى اشوفك. يا الله، امتى رح اقدر اشوفك على راحتي وبدون خوف؟ وقت بتجاوب تخطبني. ايه علينا، يعني لسه 5 سنين ولا شو؟ بدي ادرس جامعه.
ولا شو بقى الجامعة؟ قرت شبيك معقولي ما كمل دراستي؟ هو ده لك أنا شو نفع لقري؟ هلق أنت ما تحكي هالحكي. أي هنا روح لاقي لك وظيفة واشتغل بالأرض. هلق بشرفيك تتجوزي فلاح ولا مهندس؟ هنا أبهمني بهمني نكون مع بعضنا بأسرع وقت. وأنا هذا اللي كاسر لي ظهري، بدي نتجوز وبدي كمل دراستي وحليها إذا بتحليها. طيب وشو الحل؟ لوقتها فراش، كيف تحضيريك؟ إيش الحال؟ برسب بالجغرافيا يمكن وبالإنجليزي والعربي. هلق بالإنجليزي بجيب حد الكسر وبالعربي منيح. يا مهتم بأحوالي. خلصنا بقى، قلت لك قصة بي ما خلتني أعرف الشرق من الغرب، وقصة بو بسام كمان. بعدين أنت بتعرفي أنا بهتم أو لا. يعني بلا من كتر معناك مهتم بدك تروح وتتركني 5 سنين. والله لو الشغل بإيدي أبتركك دقيقة وحدي. عامر الله يخليك ما تتركني. وليك مجنوني أنت، بترك عمري وأبتركيك. طيب لا تروح تقرأ بالجامعة. هلق لا تشغلي بالك بالموضوع، قومي صار لازم تنزلي. ولا شو بقى؟ لازم تقرير الفحص. ولك حافظة كل المواد. بدك تنجحي، أنا أحب الكسلانات. يلا طيب ماشي، بس ما تطول علي. إيه؟ ما رح طول ومثل العادي، بس بقدر شوفي رح أنقف لك بحصة. بديك شيء؟ بدي تضل تحبني. ولك بحبك ورح ضل بحبك. شو بقلك إياها بصوت عالي يعني؟ لا شو خلاص. لا بدي قولها. ولك بفيقوا العالم. صباح الخير. شو المخبايات لابنك ما هيك؟ نقصتني يا زلمه. عودي السوداء تبع الغداء. طيب صبي ما يقرا ليل نهار وعنده فحص، معقول يعني ما نغذي؟ طيب احسبي حسابي، وانا كمان مريض. الدكتور قال اكثر تاكل دسم بتضر ولا قلبك؟ هلق يعني خايفه على قلبي ولا على السوداء؟ خايفه على قلبك يا قلبي. ولا تش بدي اتعشى. كرم عينك، هلك بعمل لك احلى عشاء. يلا هدياتي احلى ام بالدنيا كلها. ان شاء الله صحه وهنا حبيبي. بتضل حاطه فيروز النهار والليل. هذه فيروز شغله كبيره، ما حد بدي يغني باحساسها. بس حلوه الصبح. هلق بالراديو ابي حطوها غير الصبح، قام العالم فكرت شو انه هي بتنسمع غير الصبح. هلق انت بتفهم اكثر من الراديو. بفهم اكثر من الراديو ومن التلفزيون كمان، ما انا مهندس. ان شاء الله يا رب بس تصير مهندس بتصير بتفهم قدن كلي. بدك شيء؟ بدي سلامتك. تعشى مني حبيبي. ترى لقاي بدي غزة. الله يخلينا ياكل. درسنا اليوم بالأعراب رح نعرب الجملة التالية: نحن الواقفين على خطوط النار. نحن دائما مطالبون بالتعليل النحوي في الامتحان، يعني ما لازم أقول أكل فعل ماضي وأسكت، لازم أقول أكل فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. هذا إشو إذا كانت ظاهرة. أما إذا كانت مقدرة فلازم أذكر هالشي وين؟ بورقة الامتحان. وهلأ مين بيعرب لي جملة نحن الواقفين على خطوط النار؟ نيرمين. نعم استاذ. عربي لي لنشوف. نحن الواقفين على خطوط النار. نحن ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ. حلو. طيب الواقفين. هلق الواقفين شو بدها تكون هاي؟ الواقفين
خبر. خبر؟ لو كان الخبر كنا قلنا الواقفون وليس الواقفين. نيرمين لا تشردي مرة ثانية وخليكي معناها الفحص الأسبوع الجاي، وأنا كرم أخلاق مني عم راجع معكم. حاضر أستاذ. يلا شوف خبر واحد قاعد مين بيعرف؟ فرجودي رفع الأيادي. غادة يلا عربي لأشوف. ليش ما أنك ما تنتبهي على المراجعة؟ الله بعرف نص الدرس بلاقي حالي بأحلام. كيسي الأحلام ها؟ إيه بس مو بالدرس. هلق من درس ولا غيره؟ بالله النطق قلبي. صحيح هو آخر يوم بس طق قلبي ماني مصدقة إمتى يخلص. حضرت مني؟ حضرت يعني باليوم ما أقرأ لي هيك شي ساعة بس. ساعة؟ يقطعك الله كيف بدك تنجحي؟ شو الشغلة بدها بساعة؟ خلص ساعة. قد أنا بقرأ 5 و6 ساعات قد ودورني ما أفهم. لأنك طصي. طصي؟ إيه بكرة منشوفك عبقرية زماني. لا أنا عبقري ولا شيء. أنا أبدي على ماما مهم أنجح وبس. ست الله لا يضيع لنا تعب. ليه فوت نروح على الصف. قومي يا رب. يسعد لي اوقاتك ابو العز. اهلا مشادي اهلا. جاي تزورينا ولا مرقي الطريق؟ بدي منك خدمة وانت بتعرف انه منا غيرك بهالضيعة. خير يا مشادة شو فينا نخدمي؟ قلي خلي بالاول. قعدي بالاول. تفضلي تفضلي البيت بيتك. والله يا ابو العز هالخياطة ما عاد جابت غير القرود والنشح وكله من بوشاهين الحرامي. شبه الكر حاطط احطاطي وكل ما فصل شراو بيجيب نفسه من المدينه وبيبيعه بارخص. بتقوم كل نسوان الضيعه بتشتري من عنده. طب ولا شو بتسبقي بتشتري انت بضاعه؟ ها وانت عيني يا ابو العز مشان هيك يا قيس الطاق. والله اذا قيس الطيني مشان المصاري لا تعذبي حالك. لا يا ابو العز على حساب انت بتعزني. والله بالمصاري ابعز وابحب بيه. طيب مثلي مثل العالم. لا 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 حلف يمين أبدي دين حدا بالضيعة. قرض ما ناخد منهم ورقتان على كل 1000 ما يقولوا ما ياخد ربا. ربا شو؟ هنت ما تاخد حقك. مو هيك بالله بشرفك بشرفك إذا بشغلين أبجيبوا لهذيك الحسبة؟ إيه والله بقى فوق إني أبدي شغلين وأبدي يصير ابن الغنايا وبدي فرش كربة أهل ضيعتي. ما يحكوا هكيا بقى الله يخليكي أبدي دين وأبدي هالصرعة. بس هنت تغيرين وهنت بتعرفني بعدين من إلي غيرك يا والمكارم. بالله ما تعرجيني يا ابو العز هند صاحب نخوي وهنا محتاجي بس 10,000 ورقة. ها بس 10,000 على أساس نحن 10,000 منلقطين من الحاكورة؟ لا والله ما هيني بس ليك بعطيك عليهن 50 ورقة بالشهر. شو 50؟ روحي عمي روحي صار وقت نوتك. طيب شقد بدك؟ أمعي ما قلك أمعي يا عالم يا هو بقلك طفران طفران طفران. شو حالك؟
50 قائل قطع شكلك نزاتي اللي مرقنا. قل لك بنت مثل الفرن والله ما تحكي كذا. شوف شو عملت فيها. طلع معقول هيك معلم؟ اي والله كانت ذبحتني. كيفك يا ابو خلي؟ اهلا مشادي تفضلي. شو سلام بس لابو خلي، مالك معبرتينا؟ شو حالها هذه مثل القرقه؟ الله يعينها مسكينه. باشا بكون شي فستان مو ضابطه مع قصته. ولك ريتو الا عم بي 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 اللي ماسك المقص لهالبقره. شو بكره شوربه؟ ايه والله شوربه شوربه. دكتور قال افي الدسم. خلص يا اختي مسيكم بالخير. هلا بيي. خلصت قري؟ اي بالله وحافظه كل دروسي. هلق بسرعه حفظتي. تسمعي لي؟ ايه خليها تسمع لك رياضيات. شو زعلتي؟ والله ما امزح معك. الله يسامحك يا بيي، ما بعتني على المدرسه. قولوا ما نمزح. بعدين شو نفع المدرسة اللي مثلي مثلك؟ والله بسوي نص فرنك. إيه بالله شو نفعة؟ خير إن شاء الله. أهلا أهلا خالتي إمشادي. الله يصبحك بالخير. أهلا أهلا أهلا. كيفك يا حبيبي أبو عامر؟ كيفك حبيبي؟ لك معقولة أنت يا زلمة؟ ليش جيت هلق؟ شو؟ ما عجبتك شوفتي؟ لا يا أبو عامر لا، بس أنت لازم ترتاح أكثر من هيك. يا خيي لا والله القاضي بالبيت بتواتيني، بعدين ليك صحتي على العال. إيه بحظي فقدنا لك كلنا. والله 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 المدير كل يوم كل يوم بيسألنا عنك. والله لا بس يوصل بدي يروح لعنده واشكره على كرمه معي. أهلا. شنطتك تعي لهون. أمعي شنطة. تعي لهون. طالع باقي الدخان. سمعتيني ولا لا؟ دخان شو؟ طالع باقي الدخان أحسن ما أطالع أنا. ها وحق الله معي. ولك لا تحلفي. سعاد تعي لهون. فتشي لأشوف. ايش هي؟ كبريتي. فهمان بطيخة زفت كبريتي. بس ليش شيلتيها معك؟ مشان شعل الغاز ببيتنا. مشان شعل الغاز؟ شوفي بتروحي على البيت وبتجيبي ولي امرك وممنوع تفوتي على الفحص اذا ما جابوكي. ولا شو تجيب ولي امري؟ مشان شقفة كبريتي كانت معي بالجيبة؟ مشان دخانك الزفت بالحمامات. انا ما كنت مدخن بالحمامات واللي قالت لك كذابة وانا مستعدة اني واجب نص عينا. نيرمين تفضلي اطلعي لبرا وجيبي ولي امرك لانه انا متاكد انك انت عم تدخني. رحت على الحمام وشميت الريحه. بس انا ما دخنت ما دخنت. سعاد شمي لي تمنى اشوف. ها في ريحه دخان ولا لا؟ ها في شيء بالمره؟ في شيء في شيء. ما بجوز يا استاذ هيك عيب. ما بجوز؟ طيب روحي جيبي اغراضي واطلعي لبرا. اطلع. Thank you.
ليش راجعة بكي؟ عجبك استاذ المدرسة المحترم ولك ما يتحرش بنتك شو؟ مثل ما سمعتي لك يا أمي الله يخليك أنا أبقى أروح على مدرسة فيها استاذ إزعار ولك شو ما تقولي؟ من يتحرش بيك؟ استاذ فارس الكر قال شو؟ ولك بده يبوسني وشحارة والله يا أمي ولك صار له شهر ما يضايقني وهنا متحملة قلت لحالي بكرة بيزوق على دمه بيستحي على حاله بس سخنت كتير ولك شو سوى؟ قليلة عمل تمثيلي قال شو؟ قال أنا مبيع أغراض للبنات علوك ودخان وأبعرف شو علوك ولك إيه؟ قال فتلك عصف يا أمي وعيط لي سعاد وخلاها تفتشني ايه وعودي عودي فتشتني ولقيت معي كبريتي هادي بشعل فيها الغاز قال شو قربوا بده يشمت امي بالله بظني كان سكران سكران ايه ولاني ما خليته يقرب علي قال شو بتفوتي على المدرسة تجيبي ولي امرك ولا شو بدي يشمت اميك قال مشان يثبت للبنات اني ما دخن ويبري حاله لاني عارف اني قلت لرفقاتي شو سوى بالفرصة لك يا ابني شحشني كيفك بقى ولك مو عيب ولك مو عيب بطلع قد بناته وبيعمل فيه هيك يا بالله تخلي بيك يلعن ابو الخلفه علوك لك ودخان قال خير يا سعاد في شي؟ مروان روح لنا وارجع بعدين حاضر لا لا بغسل لسا طيب حاضر الله معك بدي يعني ايش بدك ليش متوترة؟ ايش بدك احكي؟ والله مشان يرمي لازم تتربى لأنه لا دروسها نافعة وكمان عم تدخن وتتزعرم وهذا السن خطير خطير كتير ولازم نحط أهلها بالصورة والله بيا إذا عارف لي كسر لها راسها ولا تصير مشكلة طويلة عريضة قد يمكن يمنعها تجي على المدرسة مو لهالدرجة أستاذ وحق الله لهالدرجة وأكثر هند أبتعرفوا لأبو عادي هاد واحد عصبي وخلاقه براس من أخيره الله يوفقك ويخليك خليها ترجع تداوم بكرة وعم مسؤوليتي أبقى تكرر الله يخليك يا سعاد
يا سعاد يا بنتي، ما في شيء بتخبى بالضيعة. هلا أي واحدة من البنات راح تحكي لأهلها، والكل راح يعرف إنه نيرمين كانت عم تدخن بالمدرسة، ويوصل كلام لأبوها. منشان هيك لازم يسمعوا أهلها من المدرسة أحسن ما يسمعوا من برا. روحي هلا الصف يا ستي، وإذا ما أجا أبوها أنا بروح لعنده وبفهمه شلون يتعامل معها. ولا يهمك. إيه دخيلك يا أستاذ. خلص خلص، أنا بحل الموضوع. شكرا كثير أستاذ. مصح 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 اللي عملتي هذا اللي صار. ما كان لازم يصير هيك يا هلا كنت معي ولا علي؟ ولك يا حبيبتي القصة ما هيك، القصة إنه المسألة رح تتعقد، وأنا قلت لك ألف مرة ألف مرة قلت لك أبي يصير تدخني لا بالبيت ولا بالمدرسة. تعقب الدخان كثير. هلا شو العمل؟ أنا بعرف. أنا برأيي تكوني قوية وتخبري بيك بالحقيقة. شو؟ بالله بيشنقني. لكن شو بدك تسوي؟ خلص هلا بس يحلوا من المدرسة، بروح بحكي مع سعاد وبقول له إنه تشهد معي. أنا مالي موافق، هي ما قلك ها، على كل اعملي اللي بدك إياه. ولك هند دايما سلبي وبيطلع منك شيء. وشو بدك يعني سوي؟ الغلط راكبك من راسيك لجرياتك. طيب ماشي، بدك شيء؟ استني استني، ما اتفقنا شو بدك تسوي. خلاص مو مشكلة، أنا بعرف شو بدي سوي. لك نيرمي؟ لك نيرمي؟ نيرمي؟ حسابي خير. امشادي امشادي 750 ليرة على التكي. صار 750. وهي الحساب قدامي بفضل جوبة. ابو خليل بدي اسألك. عمري مين أكتر واحد بيمون على ابو العز؟ ابو العز بحطي بيه وبيمون عليه، كل يوم يسأل عندي والله أبون عليه ببصلي. ابو عامر شوفي اللي قلك، ابو عامر بيخجلوا لابو العزها. معناتها اللي عملته مزبوط. شو عملتي؟ ها؟ لا 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 ولا شيء. مشان الحساب ترى هاليومين. حسابك مجادي حسابي. قرد اذا بدك تدفعي ليش بدي اسالك؟ لا اله الا الله. لك ما كان فيك تصفقي كف، تريني وسنينه. بالله يا بي قلت لحالي انه الاستاذ وعيب سبوه او بهدله. استاذ؟ والله انت العم بيو اللي جابوا لها الضيعة. والله بيستاهلها، لكن مو عيب عليه يتحرش بطالبي عنده. وقال شو؟ بحجة ما دخن. ولك هلا بدي دخن يا بيي. هلا هلا بكون لساته بالمدرسة. ايه لسه بده ربع ساعة ليحلوا الطالبات. وعادي من بكره لازم تروح على المدرسة وتعطيه نصيبه. بكره؟ أنا فيني عقل ينطر لبكره. الله يعيني بالله يا أمي، أنا خايفة يقوم هالأستاذ النجح يقنعه لبيي إنه بريء وأطلع قدامك كذابة. لا أمي لا، هلق مو قدام البنات تهجم عليك. إي والله خلص بيك ما رح يسمع له. قرد ما كل البنات شافوا. شافوا يا ابن الكلب. ما تتحرش ببنتي، ما تتحرش ببنتي يا عديب الزمي والاخلاق. والله تمسح فيك ارض الضيعه كلها. هاي ها فهمت؟ ولك طول بالك يا ابو عادل، طول بالك. بدك خلصوله تجيب ست بنتي على سينك يا عديب الزمي والاخلاق. خلاص يا كلب ولك عيب عليك تحكي معي بالطريقه. عيب خلصوله ولك عيب. عيب ابو عادل ابو عادل ابو عادل شو ترلك جنيت؟ جنيه؟ اي والله جنيه. لك هالكلب يتعدى على بنتي، لك يا اهل الضيعه هالكلب يتعدى على بنتي.
ولك انت ايش عم تحكي يا ابو عادل؟ ايش عم تحكي؟ انا مسكت بنتك عم تدخن بالمدرسه وطلبت منها تجيب ولي عمره. شوفوا له هاي التمثيليات عم تبرخ علي. لك اين التمثيليات؟ الكلام اللي عم اقوله صار قدام البنات كلهم. ولك انت تحرشت بالبنت بالفرصه تتغطي على عملتك لفت قصه الدخان. يا كذاب يا ابن الكذاب. ولك احترم حالك احسن لك. ها يا عيب الشوم عليك، فكرك صرت واحد منهم، طلعت كذاب وشيطان. ولك خلصنا بقى يا ابو عادي، هذا الاستاذ فاري. ولك هذا الاستاذ طز. خير 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 خير، شو صاير؟ الكلب يتحرش بنتي نرمي. لا 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 يا استاذ فارس، بالله ما ردت منك مثل بنتك يا زلمي. شو يا استاذ فاري؟ شو بتقول؟ والله يا جماعه خبرتني طالبه انه بنته عم تدخن بالحمامات، فتت على الصف ودبشتها لقيت معها علبة كبريت، سألتها وين الدخان؟ كذبت وقالت ما كانت عم تدخن. قلت لها روحي جيبي ولي عبرك. لك هذا اللي ظهر، هذا اللي ظهر. ولك انت عملت هيك تتغطى على تحرشك فيها بالفرصة؟ ولك انا بنتي عم تدخن. ولك حاجت علي صوتك وتطول وتهزر؟ فيك تسأل كل البنات. واللي خبرتني سيابته لأم اسماعيل. لك روح وسألوها. وعادي أنا بالعادة أبحكي بأسرار الناس، بس الشغلة متعلقة بالأستاذ فارس بدي أحكي. شو بدك تحكي؟ بنتك ما تدخن. حامل قمح صوان ما بيلين ليلك رمح والهد هدي سكين، وين الصبح وين القفل مع مين؟ كبر الجرح تعبان يا هالطين. حامل قمح صوان ما بيلين ليلك رمح والهدي حد العمر مجبور على المشوار، والأرض المليانة الصخر والحيل شو غدار. كرمك ضيع عنود والريح مجروحة، يمكن عصوت العود ترندح وجروحة، يمكن تجي الوعود عالدرب الله يعين تعبان يا هالطهير.